بحب انا جدا مبدا الايام بيننا. من حوالي 10 ايام او اسبوعين كده كان في خبر انه سان داونز عنده مشكله مع الاتحاد الجنوب الافريقي عشان اقامه الافريكان ليج، وانه عشان طبعا قاعده اللي حطتها الاتحاد الافريقي انه الانديه اللي هتلعب في البطوله ما ينفعش تشارك في البطولات المحليه. واتقال خبر كده او تصدر خبر في بعض الوسائل الاعلام انه الاتحاد الافريقي ممكن يحرم اتحاد جنوب الافريقي ممكن يحرم او يمنع سان داونز من المشاركه في بطوله السوبر ليج او الافريكان ليج عشان يحافظ على اجندته المحليه. وطلعت هنا اصوات كتير في مصر بقى خدت الخبر ده واشتغلت عليه وقالك بص والبطوله المحليه اهم من البطوله القاريه ومش عارف، وسان داونز في جنوب افريقيا مش هيشارك عشان دوري المحلي. وانا في نفس يوم الخبر وقلت لحضراتكم ما كانش يعني رايد غيب، لكن كنت واثق تماما انه بطوله زي دي وفريق زي سان داونز هيشارك، وقلت لكم الكلام ده للاستهلاك الاعلامي، وانا متاكد حتى لو لعبوا فرقتين فرقه في الدوري المحلي لكن سان داونز هيشارك. كان في لقاء لداني جوردن رئيس اتحاد جنوب افريقيا اتكلموا معاه في موضوعين يخصونا في الاهلي، نمره واحد بيرسي تاو اللي غاب عن المشاركه او الانضمام لمنتخب جنوب افريقيا، وكان في كلام على توتر العلاقه وغضب من المدير الفني لجنوب افريقيا من عدم انضمام تاو وانتقادات ليه وحرمانه من المنتخب. وراجل طلع قال لا، الراجل بيرسي تاو اتكلم مع هوجو بروس مدير الفني وفهمه ظروف الغياب وانه عنده ظروف خاصه حاجه ليها علاقه بابنه يعني، وراجل تفهم ده وقال له لا طبعا خد الاجازه اللي انت عايزها وانت يعني باب منتخب جنوب افريقيا مفتوح ليك. واتكلم على انه تم التنسيق وانه فريق سان داونز هيشارك طبعا، ويهمنا في جنوب افريقيا ان احنا ندعم فريق جنوب افريقي وهو بيشارك في البطوله في نسختها الاولى. فلك ان تتخيل بقى، عايزين نسمع ردود الافعال وايه رايك بقى. خلوني ارحب بضيوفي دويتو الحد في السادسه شبانه والشناوي، ارحب بيهم في البدايه. نادر شبانه مساء الخير حبيبي، واهلا وسهلا بيك. مساء الفل، وان شاء الله محمد الشناوي طبعا بيشرفنا النهارده في السادسه ايضا. مساء الخير يا شناوي. مساء الخير يا ابو حميد، وطبعا سعيد كالعاده ان انا موجود معاك. حلو دويتو شبانه الشناوي. في مزيكا انبوط في مزيكا. اهلا وسهلا بيكم. خليني بس سريعا كده نستعرض اللي ما تابعش معانا من البدايه الاعلان عن رسمي بقى عن البطوله وعن جوائزها وعن الشكل اللي متقدمه بيه. في تاتش شيك كده، في حاجه مختلفه على الاتحاد الافريقي، وواضح انه السبونسر عامل شغل. تعالوا نشوف مع بعض. يلا الخريطه. طبعا دي الخريطه، الفرق المشاركه من شمال افريقيا مصر، الاهلي، تونس، الترجي، المغرب، الوداد. من غرب افريقيا ممثل وحيد هو انيمبا النيجيري. ثم من وسط افريقيا عندي سيمبا التنزاني، مازيبي كونغولي، وباترو اتلتيكو الانجولي. ومن جنوب القاره سان داونز الجنوب افريقي. نقرا المواجهات كده. تمام، هي في الاول في الاهلي وسيمبا افتتاحيه يعني. طبعا هي الافتتاحيه الاهلي وسيمبا، فكره ان طبعا الاهلي ده يعني في البطوله في حد ذاتها اصلا بتضيف الكثير للبطوله. طبعا الجوائز تم الاعلان عنها، 4 مليون البطل، 3 مليون الوصيف، مليون و700 المربع الذهبي، ومليون المشاركه في دور الثمانيه. طبعا يعني دي المواجهات. خلي المواجهات معانا شويه اقراها انا وحماده ونادر. سيبك من الاهلي وسيمبا، خلينا نبدا من اليمين الاول. الترجي ومازيمبي. مواجهة قوية قوي تاريخية، ولكن تاريخية. حاليا دلوقتي الترجي طبعا اقوى بكتير من مازيمبي. مازيمبي مش هو مازيمبي، لا مش هو مازيمبي بتاع السنين اللي فاتت يعني. ولكن الترجي فرقة قوية مهما كان. الفرقة العربية عموما من الفرق اللي بتعرف تلم نفسها بدري. لكن مازيمبي من الفرق اللي وقعت شوية على مدار السنين اللي فاتت. طبعا مازيمبي كان ليها فترة كده كانت مسيطرة على افريقيا، وكان عندها سكواد قوي قوي، وكان عندهم حاجة كانت بتميزهم، هو ان السكواد دايما بيدعم بالاقوى. ما كانش فيه فكرة ان حد يقع ما نعرفش نجيب حد مكانه، لا هم كانوا دايما بيدعموا الفرقة، فكان السكواد قوي وفي استمرارية لدرجة ان هم سيطروا على افريقيا، وكانت من الفرق اللي فعلا تخض في افريقيا. كان عامل زي سان داونز، وصل لخمس القاب اعتقد. خمسه تاني بعد الاهلي حاليا، بعد الاهلي يعني. الفكره كلها ان هم كانوا عاملين زي سان داونز كده، عندهم اسلوب، عندهم شكل، عندهم هويه، بيلعبوا وفعلا فرقه تخض، وخاصه كمان لما تروح على ملعبها رعب.
الطريقه، الملعب، الجمهور، الارضيه، الاجواء، فرقه تخد. لا وكمان لما كانت بتطلع بره ملعبها كانت برضو بتلعب بنفس الهويه وبنفس الاسلوب، وكانت برضو فرقه تخوف لدرجه انها احرجت فرق كتير في افريقيا يعني، وخدت البطوله طبعا مرتين. فالموضوع بالنسبه لمازيمبي، ولكن يبقى اسم تي بي مازيمبي واحد من عمالقه القاره حتى لو تراجع، وما نعرفش برضو هيظهر في النسخه دي ازاي. لو حصل وقرب مننا او لو حصل وبقى في مواجهه محتمله، اكيد طبعا هنفرد مساحه لتي بي مازيمبي. الوداد وانيامبا النيجيري، نفس الكلام اللي اتقال على مازيمبي ممكن يتقال كمان على انيامبا، لحد ما الاهلي يعني كسر شوكه انيامبا اللي كان قبل 2003 او قبل 2004. انيامبا كان قاعد اكتر من حوالي 40 ماتش ما بيخسرش على ملعبه في افريقيا، لحد هدف عماد متعب في انيامبا في اول اهداف بطوله 2005 الشهيره اللي كانت بدات سيطره الاهلي بعدها على البطولات. الونتو الجميل اللي كان ما بين متعب وبوتريكا كان على ملعب المطره والاجواء، وشايف فاكرين برده ملاعب انيامبا كانت عامله ازاي. انيامبا نيجيري كان بطل نسختين ورا بعض. فكره عوده انيامبا من جديد للمشاركه في بطولات افريقيا وبطوله كبيره زي السوبر ليج، نفس الكلام اللي كمان زي ما قلت الحراج بيتقال على مازيمبي. الاثنين فرق كانت عندهم هويه زمان، كان عندهم اسلوب معين او اسلوب واضح وصريح ومشروع كان معمول، دلوقتي بيحاولوا يعني بيتحسسوا خطوات العوده من جديد سواء مازيمبي او حتى انيامبا. انيامبا بيصطدم بالوداد، الوداد بطل اخر النسخه اللي قبل الاخيره، وصل فاينل النسخه الاخيره قدام الاهلي، وصيف الاخير، وصيف الاخير. في نفس الوقت عنده عدد كبير من اللعيبه اللي عندهم الخبرات الكبيره في افريقيا واللي بيعرفوا يتعاملوا مع ماتشات زي دي. فريق كسب سان داونز او تاهل على حساب سان داونز اللي هو دلوقتي يعتبر الناس شايفاه من الفرق اللي غير شمال افريقيا اللي مش عربيه، هو اقوى فريق في الفرق الاجانب في افريقيا. الفريق اللي شايفين ان عنده اسلوب وعنده ملامح وعنده مدير فني وعنده مشروع واضح وصريح، سواء من اللعيبه الشباب او من السكاوتنج اللي عندهم في النادي او اللعيبه اللي عندهم خبرات في الفريق او حتى صفقات الفريق اللي بيجيبوها من بره افريقيا، من بره العرب او افريقيا بشكل عام، اللعيبه اللي بتيجي من امريكا الجنوبيه او اللعيبه الاوروبيين. التخطي سان داونز واللعب مع الاهلي كان مختلف عن اللي انت هتيجي تلعب انيامبا. المباراه اللي كانت قدام سان داونز كانت مختلفه تماما. نفس الكلام اللي هيكون قدام انيامبا. قدام الاهلي احنا ما لعبناش كوره قدامهم لما رحنا لعبنا هناك، ما كناش عارفين نلعب من تضييع الوقت بس خبرات لعيبه الاهلي قدرت ان هي تحسم المباراه. مظبوط. لكن المباراه نفسها سواء انيامبا اللي فاز او الوداد فهو هيكون منافس قوي في انت اجمالا عموما يعني لو تتكلم عن الانديه المغربيه، الاهلي تقريبا متفوق على الانديه المغربيه والانديه التونسيه في العشر سنين الاخيره بمنتهى السهوله. دي حقيقه، دي يعني حقيقة. باستثناء النهائي اللي اتخطف مننا ده، اتخطف بكل ظروف تحمل الكلام في ظروف غامضة هنا وفي المغرب يعني. دي حقيقة. غير كده نهضة بركان واخد منه سوبر، رجاء واخد منه سوبر ومطلعه مرتين من بطولة دوري أبطال، الوداد مطلعه من سيمي فاينل بطولة كسبان رايح جاي. الحتة اللي كنت عايز أتكلم فيها برضه في فكرة سان داونز، يعني لو تقول لي مين الفرقة اللي أنت تتوقع أن تحصل مفاجأة قدامها هقول لك سان داونز. الفرق بس احنا كده استقرينا انه فرص الوداد من احنا كل ده طبعا رقميا وحسابيا، لكن على ارض الملعب امور مختلفه تماما، الواقع طبعا مختلف تماما، لكن احنا بنقول الاقرب من وجهه نظرنا. فانتوا شايفين انه عندنا سيمي فاينل عربي ترجي وداد، الناحيه الثانيه بيترو اتلتيكو وسان داونز. هل المفاجاه وارده؟ مع فرقه سان داونز خاصه في النوك اوت، يعني فرقه سان داونز على مر العشر سنين اللي فاتت دايما في المجموعات او الماتشات اللي فيها الاريحيه بتعمل ماتشات كبيره قوي، بتعمل سكور، بتجمع نقط كتير، ولكن تيجي في مرحله النوك اوت الفرقه ما عندهاش القوه والصلابه الذهنيه اللي تخليه يعرف يلم نفسه مع المفاجات. يعني ولا ثقه زايده بالنفس او غرور. لا لان هم عندهم هويه. خد بالك السيناريو بتاع السنه اللي فاتت، تعادل المغرب ده خلاهم يروحوا جنوب افريقيا وهم متاكدين ان هم اوريدي في الفاينل. يعني هي دي الفكره اللي انا بكلمك، هم مع الصلابه الذهنيه عندهم وان هم ازاي يتحملوا المفاجات اللي بتحصل في النوك اوت ويلموا نفسهم خلال الماتش الواحد مش بس رايح جاي، مش موجود عندهم. مش موجود عندهم تماما. هي فرقه عايزه دايما تمسك الكره في رجلها، عندنا اسلوب، عندنا فلسفه، مش هنكسب الا من خلال الفلسفه دي. ما عندهمش القدر ان هم يغيروا تكتيكيا اكتر من مره، يعني ما عندهمش مثلا ان احنا خسرانين فاحنا عايزين نلعب مثلا بشكل معين. اللي هو البراجماتيه في ابهى صورها. ان انا عايز اكسب، هم ما عندهمش فكره المكسب. ما عندهمش دي، احنا عايزين نكسب بس بالفلسفه بتاعتنا. ده بيكلفهم كتير لان برضو الفلسفه لو انت عايز تصدق حماده، انا يعني دايما يمكن اتصور، يعني ده تصوري انه معظم فرق القاره
تتمنى دايما انها تتفادى مواجهه سان داونز في اي مشوار بطوله. انا السنه دي يعني رغم ممكن كمان جزء كبير من جماهير النادي الاهلي يقول لك يا عم انا مش عايز وجع دماغ، يا رب بيترو اتلتيكو يطلع سان داونز بدري بدري وقابل بيترو اتلتيكو. انا نفسي نقابل سان داونز السنه دي، يعني اتمنى ان سان داونز يجي لنا. انا نفسي هكذا اتمناها يعني. انا نفسي اقابل سان داونز فعلا. كامنيه بقى تكتيكيه، انا نفسي فعلا مارسيل كولر يعني يمسك الفرقه دي يتعامل معاها كويس جدا، لان فرقه سان داونز هي فرقه في النوك اوت فريسه سهله، صدقني فريسه سهله مع خصم قوي صلب تكتيكيا قوي يقدر يتعامل مع مجريات اللقاء دايما في النوك اوت زي مارسيل كولر هيتعبهم كتير جدا. هم الفرقه دي زي ما قلت لك في الماتشات في الدوري في المجموعات امام الفرقه السهله سهل جدا تعمل سكور، ولكن بمجرد ما يدخلوا النوك اوت ويلعبوا على فكره المكسب بس، لا الفرقه دي بتقابل مشاكل كتير. حتى كمان ظهرت في ماتش الوداد قوي، رغم انهم شوف هم كانوا مسيطرين على الماتش تماما صحيح. بيعملوا كل حاجه بس ما كانوش قادرين يتعاملوا مع المفاجآت صحيح خالص. عشان تقابل بيترو اتلتيكو او تقابل سان داونز لازم تبقى الخط الاول سيمبا، وانا سيمبا بشوفه ككوره سيبك من التاريخ والالقاب، لكن ككره واحد من افضل الفرق اللي بيشاركوا في البطوله السنه دي. دي حقيقه، وخصوصا ان احنا يعني اخر فتره قابلنا سيمبا كان فتره قريبه السنه اللي قبل اللي فاتت اعتقد، وسيمبا كسب الاهلي في المباراه اللي كانت في تنزانيا، وعنده عدد ميكسوني ومعاه صاروخ لسه معاه، هو ما بيفوقش غير معاه ده، هو الجون ده اللي يعني هو ده سبب انه يجي الاهلي. كان جون حلو جدا، وهو كان مقدم بطوله كمان مع سيمبا، بطوله كبيره بصراحه. وبدا الناس كانت بتهاجم موسيماني عليه في جنوب افريقيا مش عندنا في مصر، على ان هو كان سبب في ان هو يمشي من سان داونز. صحيح، ان هو كان سان داونز قبل ما يروح سيمبا. لكن في لعيبه كده تتالق تجيبها الاهلي ما تلاقيش حاجه تسيبها ترجع تاني. يعني ميكيسوني مكسر الدنيا كان مع سيمبا، وبرونو سافيو مكسر الدنيا مع بوليفار، ومازال بالظبط. دي حقيقه، لكن تيجي تتفرج على الفرقه نفسها بشكل عام، فريق برضو من الفرق الافريقيه اللي انت لازم تحترم المشروع اللي هم بانينه، التطور اللي بيحصل عندهم سيمبا نفسهم بشكل عام، التطور اللي بيحصل بشكل عام في تقديم اللعيبه، في موضوع السبونسرز اللي بيجيبوهم، في موضوع الاستاد نفسه. تنزانيا نفسها مش بس سيمبا، تنزانيا ككوره يعني سيمبا ويانج افريكا كان فاينل قدام اتحاد العاصمه السنه اللي فاتت، فهم يعني بيبداوا يعدوا نفسهم كمنتخب او كفرق بشكل عام ان هم يقدروا ينافسوا على الالقاب في الفتره اللي جايه. سيمبا من الفرق زي ما قلت لك ان ما لسه زي ما احمد كان بيقول، زي ما الشناوي كان بيقول قبل الهوا، ان جابوا لعيبه كتير جدا، وده كان باين في التقديم. كان منهم ميكيسوني، كان التقديم، انا اتفرجت على التقديم، كان معاك هنا ده شغل بارسا وريال يعني. بالظبط يعني شغل عالي، محدش يعني بيعمل في افريقيا الكلام ده، ما بنشوفوش كتير بصراحه. فتخاف منهم برضو، ما يعني تقلق منهم فرقه. طب خليني بس قبل ما اجي للسكواد واجي لكوره سيمبا، هل يختلف سيمبا في مرحله دور مجموعات على سيمبا في مرحله نوك اوتس؟ لانه دي قصه ودي قصة تانية مختلفة، وخصوصا انها بطولة كبيرة، وخصوصا انها مباراة افتتاحية، وخصوصا برضو انه بيقابل بطل قارة افريقيا في اخر نسخة من دوري الابطال. فايه القصة في النوك اوت بالنسبة لاهلي وسيمبا؟ بالنسبة لاهلي وسيمبا، وطبعا انا هاجي لظروف المباراة وظروف مارسيل كولر، وعايز اتكلم معاكم في التفكير، لكن كمان حط في اعتبارك انها مباراة افتتاحية وفي تنزانيا في دار السلام. هو على مر العصور كابتن احمد، هي الاهلي بيقابل مشكله، او الفرقه المصريه عموما بتقابل مشكله في الاجواء بتاع افريقيا وسط وجنوب القاره. بتقابل هناك درجه الحراره، الرطوبه، الجماهير، الملعب، الاجواء نفسها ما بتكونش مريحه للاعب ان هو يطلع افضل حاجه عنده. يعني اعتقد ان دي المشكله اللي ممكن تقابل الاهلي عموما، اكتر من القوه التكتيكيه بتاعتهم والسكواد والمدير الفني وكل حاجه. دي اكتر حاجه لو الاهلي قدر ان هو يتفاداها ويعدي منها، اعتقد ان هو مش هيقابل مشكله. احنا اتفرج على ماتشاتنا مع سيمبا دايما هناك في سيمبا، هتلاقي الاهلي دايما ما بيظهرش بافضل صوره ممكنه، حتى ما بيوصلش ل 50%. دي اكبر مشكله. عشان كده عشان تعدي من سيمبا وتيجي من هناك امن، انا بقول لك التعادل بس انا بالنسبه لي مكسب هناك. طبعا الاهلي بيلعب على المكسب في اي مكان وفي اي بطوله، ولكن زي ما قلت لك انت ما بتقابلش فرقه في اجواء صحيه سليمه ان انت تتالق فيها، لا انت بتقابل
فرقه في اجواء صعبه جدا عليك كلاعب كوره ان انت تطلع افضل حاجه عندك. وكمان هناك عندهم قوه جماهيريه. عايز اقول لك حاجه يا حماد، مفيش ماتش توقعت انه، انت عارف شخصيه كولر من اول ما جه الاهلي انه ما بيرجعش، يعني نادرا ما في ماتش دايما هو الفعل، يعني نادرا ما في ماتش ممكن تلاقي الاهلي راجع نص ملعبه الا لو حصل حاله توهان عند اللعيبه او لو حصل عدم تركيز في حاله كده، لكن ما بتبقاش رغبه كولر نفسه. حتى في اوقات كتير جدا بحس فرقه الاهلي راجع في نص ملعبها بلاقي الراجل على الخط بيحاول يطلع لعيبته. فهنا النقطه، هنا النقطه في انه هم هيبقوا بيلعبوا على مكسب، يعني هم حقيقي. بالتاكيد ما عندهمش حل غير ان هم يلعبوا مباراه هجوميه وان هم يسجلوا في نادي الاهلي. ازاي ممكن كولر يستغل ده في ظل شخصيته الهجوميه وتفكيره الهجومي؟ هو اكبر مشكله هتقابلك البدني. ده اكتر حاجه اللي هتقابلك كمارسيل كولر البدني، انت ازاي توزع الماتش بتوقيت معين. بمعنى ان انا لا هاجم طول الوقت ولا هدافع طول الوقت ولا هلعب على التحولات طول الوقت، انا انظم اللعيبه في الملعب بحيث ان احنا ازاي اللعيبه تاخد نفسها. يعني في مدربين بتعرف تقسم الماتش لفترات معينه عشان يشتغل عليها. بمعنى انا لو هاجمت طول الوقت وفتحت صدري طول الوقت في الماتش، انا لعيبتي مش هتقدر تكمل معايا الشوط الثاني، وهاجي في اخر نص ساعه في الملعب هفقد لعيبه كتير جدا مني بدنيا، فبالتالي هيقعوا مني فنيا وذهنيا، وممكن كمان استقبل اهداف. لان خلي بالك يا احمد، الاهلي ما وصلش للتوب فورم بدنيا، انا مش بتكلم تكتيكيا، احنا عملنا ماتشات جامده قوي، ولكن بدنيا لسه اللعيبه ما جابتش الفورمه. وكمان عندك لعيبه دوليه راجعه من الامارات، دي قصه ثانيه، قصه ثانيه، يعني قصه الاجنده الضيقه او العامل الزمني الضيق قبل التحضير دي هاجي فيها ليكم. بس خليني اقول لك نادر وشناوي انه الاهلي لاعب 20 مباراه مع انديه تنزانيا، 12 مكسب اجمالا، يعني مش نادي يعني كل الانديه التنزانيه الاهلي لعب معاها 20 مباراه، 12 مباراه مكسب، 4 تعادل، 4 خساره، تفوق تقريبا كبير للاهلي. سيمبا تحديدا لعبنا معاه 4 مواجهات، 2 مكسب و2 خساره، ده في الفتره الاخيره. يعني اجي بقى لقصه الاهلي نفسه، الاهلي يمكن التحدي الكبير بالنسبه لكولر، وده السؤال اللي كنت بقوله في يعني النهارده لو انا بفكر مكان كولر، ازاي في غياب تقريبا 15 اسم ما بين لعيبه دوليه وما بين لعيبه يعني راجع من اصابات او بتعمل برنامج تاهيلي، وازاي في ظل انه فريقي هيكتمل للاول مران، يعني يبقى القوام مكتمل يوم الاربع يعني قبل المباراه ب 48 ساعه، اقدر احضر واجهز لماتش سيمبا. المعادله بالنسبه او كيف يفكر كولر في التحضير لماتش الجمعه؟ انا شايف ان من اكتر الحاجات اللي بتميز مارسيل كولر من وقت ما وصل الاهلي ان هو بيهتم جدا بحاله اللعب البدنيه. وده حصل، شفناه لما حصل مع بيرسي تاو السنه اللي فاتت، وتحول بيرسي تاو العظيم اللي حصل في مستواه محمود متولي، والمشكله اللي كانت مع جهاز المنتخب لما حصل مع محمود متولي انه راح واتصاب في الوقت اللي كان متبلغ بيه ان محمود متولي عنده مشكله في ركبته، والمفروض ان الحمل البدني بيكون بقياسات معينه بيمشي عليها. فالراجل ده مش اول موقف يتحط فيه ان دايما يكون عنده، وابرزهم ماتش اتحاد العاصمه اللي كان في السوبر. كان اللعيبه جايه بعد مباراه، قبل يعني ما لعبناش مباراه تونس، بعد مباراه اثيوبيا اعتقد اللي كانت أثيوبيا. اللي كانت في المجموعات اللي كانت في التصفيات، وبعدها اللعيبه وصلت على المباراه بتاعت اتحاد العاصمه اللي كانت في السعوديه. مظبوط. فهي القصه بالنسبه لي هنا هي فكره ان مارسيل كولر عنده القدره انه بيقدر بيعد لعبته جيد جدا بطريقه مميزه جدا. كمان انت بتتكلم في لعيبه طبيعي ان هو لعيبه دوليين، فهم دول القوام الاساسي، بجانب كمان بعيدا عن لعيبه منتخب مصر، فانت عندك بس انت عندك بعيدا عن الجاهزيه الفنيه والبدنيه، انت عندك فرقه ما اتمرنتش مع بعض بالظبط، التجانس عندك نفسه، رحلات سفر من الامارات ومن السعوديه للقاهره ومن القاهره بالزبط. لتنزانيا عندك 48 ساعه ويندو ضيقة جدا جدا على مباراة بحجم مباراة نوك اوت، مباراة بحجم بطولة افريكان ليج، والعودة قريبة برضو. يعني انت هتلعب ازاي؟ بس قول العودة علينا وعليهم، يعني احنا هنرجع مع بعض، يعني احنا نلعب يوم 20 يوم الجمعة في نفس الرحلة، او يعني طيارتين يمكن هيجوا جنب بعض بالظبط، لان احنا الماتش يوم الثلاثاء اعتقد 24 بعدها 24 بالظبط، فهم هيسيبوا تنزانيا ويجوا معانا على القاهرة. هي القصة كلها هنا، هي هو اختبار بيتحط فيه مارسيل كولر في كل مرة، وده قدر انك انت تكون مدرب الاهلي، وخصوصا السيزون ده انت بتتكلم في سوبر ليج، في دوري، في كاس، في سوبر اللي اتلعب، في دوري ابطال افريقيا، في كاس عالم للانديه بعد ده على طول. يعني انت مجرد ما تيجي هتلعب ماتش او ماتشين في الدوري، وبعد كده مفيش ماتش في الدوري،
توقف دولي بعد لو ان شاء الله وصلت نهائي. لو وصلت هتلعب 11 منتخب مصر هيلعب 13 بالظبط وهيلعب 21 مفيش مفيش وهتسافر الاهلي عنده 11 بعد كده كاس الامم في يناير يعني كاس الامم في يناير بالظبط. فده يعني اسكواد الاهلي والعمق اللي في تشكيل اسكواد الاهلي يطمن. انا واحد من الناس مطمن لحاجه زي كده. شفنا في مباراه الاسماعيلي الاخيره مثلا بعد اصابه امام عاشور مع الفارق الكبير اللي عمله امام عاشور من وقت ما وصل الاهلي بس ما حصلش هزه في الفريق. واحد من اهم النجوم من بدايه السيزون ان لما يكون النجم الاول في الاهلي من بدايه السيزون هو امام عاشور بمجرد ما اتصاب انت ما حسيتش بفرق كبير. اللعيبه كانت نفسها كانت موجوده في نفس الافكار نفس الاسلوب نفس المدرب اللي عنده افكار بيقدر يطبقها بمختلف الكواليتي اللي موجوده عنده حتى ولو قلت شويه. تمام. فمباراه سيمبا في الاول وفي الاخر هي صعبه صعبه للظروف اللي احنا ذكرناها دي. ولكن في النهايه عندنا ثقه كامله. انا واحد من الناس عندي ثقه كامله في ان مارسيل كولر بيعرف يتعامل مع الاجواء اللي زي دي ان شاء الله باذن الله. يعني تبقى انطلاقه قويه وانا احساسي انه الاهلي ان شاء الله قادر يعمل نتيجه ايجابيه اقلها انه يخرج بتعادل ان ما كانش مكسب. بس مع كولر الحقيقه سقف الطموحات واراهن بشكل كبير كمان على تجربه كولر الافريقيه. يعني خدوا بالكم الراجل ده جه السنه اللي فاتت ميح ما يعرفش اي حاجه عن افريقيا ما يعرفش مدد السفر ما يعرفش طبيعه الملاعب ما يعرفش طبيعه الجو ما يعرفش طبيعه الفرق اللي بتنافس مين جامد مين مستوى متوسط مين ممكن يبقى ضعيف. لكنه ارى المشهد بشكل كبير جدا وخد تجربه قويه جدا انتهت بتتويجه باول بطولاته دوري ابطال افريقيا مع الاهلي بطولات قاريه. يعني بتهيألي ده هيساعد كولر السنه دي وهو بيحضر للبطوله. تيجي نقرا سيمبا مع حضراتكم. يلا معاكم ومع متابعي السادسه نشوف كده سيمبا. احنا يمكن عدينا بسرعه على صفقاتهم السنه دي الميركاتو اللي فات ده. خلينا نشوف الصفقات واللاعبين اللي انتدبهم سيمبا وعزز بيهم صفوفه. اتكلم على 14 لاعب شناوي. 14 لاعب نص الفرقه يعني. 14 لاعب ده رقم كبير جدا كبير جدا من وجهه نظر. يعني لما بتتكلم في تشيمالون فابريس نجوما طبعا من ابرز الاسماء اللي جت. تشيمالوني ده من 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 قطن الكاميرون. فابريس نجوما كان بيلعب في الهلال لاعب كان بيلعب في الهلال كان من اللعيبه المميزه جدا دولي منتخب كونغو وخبره كبيره جدا دولي عنده خبرات في شمال القاره وجنوب القاره وما سابش وما لعبش يعني. لعيب كبير كان بيلعب في تونس قبل كده اعتقد. فابريس لعب في تونس لعب في تونس على فكره مع ده كله يعني لسه 29 سنه يعني مش هو اللاعب اللي عدى ال 30 واللي هو بيجمع. انا كنت حاسس ان هو اكبر من كده من كتر ما انا بسمع شفته كتير بسمع اسم فابريس نجوما بيتردد كتير. وطبعا الظاهره طبعا لويس ميكسوني كان جاي من النادي الاهلي غنى عن التعريف مش هنقدر نتكلم عنه يعني. كانوا جايبين حارس مرمى والميركاتو ده هم اشتروا 2 حراس مرمى. جابوا حارس المرمى جيفارازيون ده حارس برازيلي بس اكيد طبعا معاه جنسيه افريقيه عنده 29 سنه بالمناسبه. وكانوا جايبين حارس ثاني من الجيش الملكي بس كان الحارس الثالث حارس عربي لاكرا. ده اغلى صفقه عملوها مليون و200 يورو على ما اتذكر يعني. ده اغلى يعني ابرز الصفقات اللي هم امكانيات برضو يعني يجيب لعيب بمليون و2 من 10 يورو دي فلوس بالنسبه لهم يعني مبلغ كبير مدفوع. بص هو سيمبا من الانديه الشعبيه الاولى في فرق في دوله تنزانيا ومن الفرق اللي دايما جاذبه للاستثمارات وجاذبه للاعلانات وجاذبه للرعايه. فعندهم سيوله ماليه من خلال الحاجات دي. فبيقدروا ان هم يشتروا لعيبه كتير وهم يعني لو تلاحظ عليهم على مدار السنين اللي فاتت كلها دايما الويندو عندهم مزدحم سواء ناس جايه سواء ناس خارجه دايما عندهم كده لان تحس ان هم عندهم فكر استثماري شويه. فكره ان انا ابيع واشتري بس الشباك ده واسع معاهم شويه. فالامور بتوسع منهم طبعا. ده بالنسبه لنادي عايز ياخد بطوله ده ما بيكونش في مصلحته على مدار السنين لان انت دايما كنادي عايز تاخد بطوله في هيكل رئيسي او في هيكل رئيسي عليه. انا دايما بستهدف اللعيبه القويه دايما بحب ان انا امشي اللعيبه اللي مش مناسبه او اللي خلاص جابت اخرها مع الفرقه لان انا طول الوقت انا عايز فرقتي في احسن حال وفي احسن وضع يعني انا مش عايز ان انا ابيع واشتري لان انا مش ده هدفي. ومع ذلك سيمبا على مدار السنين اللي فاتت كلها موجوده في دوري الابطال دايما بتتوج بالبطولات الفكر مستمر. فتحس ان هم عندهم مشروع فعلا قادرين ان هم يوفقوا ما بين الاثنين ان هم يبيعوا ويشتروا وفي نفس الوقت بيسيطروا على الوضع طبعا مع
يانج افرز افريكانز التنزاني. فالامور بالنسبه لسيمبا، يانج افريكانز جاي معانا احنا، مكتوب علينا الكره التنزانيه السنه يعني. يانج افريكانز معانا في دوري الابطال. في دوري الابطال طبعا موجود معانا. ففرقه سيمبا اتمنى ما تكونش معانا اكتر من كده، او الفرق التنزانيه. انا مش حابب ان انا اروح دايما وسط افريقيا يعني، انا على قلبي مثلا ان انا العب مع شمال افريقيا في الملاعب بتاعتهم في الاجواء بتاعتهم، على قد ما اروح جنوب افريقيا ووسط القاره، لان فكره السفر نفسها والتغيير. انا متفق معاك جدا في النقطه دي. انا السنه دي كنت بقول انه يا رب رحلات الاهلي تبقى قصيره بصرف النظر احنا رايحين نلعب مين، لانه انت هتركب الطياره كتير جدا رايح جاي، فبالتالي مش محتاجين رحلات طويله، مش محتاجين يعني. انت لو عديت من سيمبا التنزاني باذن الله، يا انجولا يا سان داون، الاثنين يعني الاثنين بعيد. وبعدين لو وصلت للنهائي برضه هتروح برضه لاخر القاره، او بتروح شمال افريقيا، ممكن الترجي، ممكن. مين من الاربعه الناحيه الثانيه؟ وداد ولا انا شايف الوداد بصراحه. وداد يفضلوا في الفاينل يعني؟ لا يعني شايف احتمالاته اقرب. اعتقد الوداد يعني الاكثر جاهزيه، وما تخلاش عن لعيبه كتير من القوائم الاساسي في الفريق. اعتقد هو الاقرب يعني. طيب اقرا معاكم سريعا سيمبا بقى بالتشكيله الجديده دي. يعني ناس كتير ممكن تتخيل انه لما يخش على الفريق 14 لعيب مره واحده هياخدوا وقت عقبال ما يخشوا في شخصيه التيم، على ما يفهموا الجهاز الفني، على ما يبقى في انسجام بينهم وتفاهم بينهم وبين اللعيبه. لكن يبدو طبعا انه ده مش حقيقي، لانه سيمبا ماشي العلامه الكامله في الدوري المحلي. لو جينا بصينا اصلا على اللعيبه اللي احنا لسه شناوي ذاكرهم، هتلاقي معظم اللعيبه دي جايه من انديه كبيره في القاره، سواء الاهلي، الهلال، القطن الكاميروني، اسك ميموزا. كل دول كانوا ابطال سابقين، كانوا ليهم تاثير كبير في القاره. فمعظم اللعيبه عندها يعني، ما راحش مثلا جاب لعيب مغمور، هم برده شاطرين يعني، كله فري ترانسفر او اغلبهم فري ترانسفر. لكن لما تيجي تبص مثلا هتلاقي جيفرسون ده لاعب برازيلي، هو اصلا جاي من نادي افريقي، ايوب لاكرد من فتح الرباط. كل دول عندهم الخبرات الكبيره اللي عند الفرقه، في اللي عند اللي تقدر تساعدهم في بطوله افريقيا. بس يعني اغلبهم يا اما فري ترانسفير يعني، باستثناء ايوب لاكرد. احنا اتكلمنا على ايوب لاكرد واحنا قلنا انه معلوماتنا تقريبا انه في حوالي 1,200,000 يورو، 200,000 يورو دفعوا فيه، او ممكن يبقى ده قيمه التعاقد يعني. لكن في النهايه هم بيركزوا كمان على فكره الفري ترانسفير دي بالزبط. يمكن عشان كده ده اللي ساعدهم في، بتتكلم في 12 لعيب تقريبا في الميركاتو الاخير. 12 لعيب ده قوام فريق يعني، فرقه جديده. بالظبط، انت بتتكلم في فرقه جديده. بس برضو يعني لو جينا بصينا نرجع لمباراه اتحاد العاصمه اللي لعبناها في مباراه السوبر، اتحاد العاصمه برضو كان عامل صفقات بعد 14 صفقه. وحصل انسجام ما بينهم، وبعدين سيمبا ماشي كويس في الدوري، فمعنى كده ان اللعيبه دي اصلا في انسجام ما بينهم، في طريقه لعب معينه بيقدروا ان هم ينفذوها في ارض الملعب. والاهم اللي انا عايز اركز عليه تاني هو موضوع الخبرات، انك انت اصلا تجيب لعيب افريقي من مغمور لسه مثلا مش مشهور، او لسه لعيب ما عندوش الخبرات الافريقيه الكافيه. ده بيبقى مختلف تماما. في حد في الاسماء دي نادر لفت نظر، او في حد تقول عليه العين يعني اللعيب ده؟ صفقه تقيله اعتقد فابريس نجومه طبعا، فابريس نجومه ولويس ميكيسوني، دول الابرز من وجهه الابرز نظر. بالنسبه لي، لان خبراتهم اكبر، وفي نفس الوقت عارفين الاهلي كويس. ده بره عن اي حاجه. فكره انك ايام مباراه الاهلي وصن داونز بتاعت ال 5-0 اللي كانت في 2019، ساعتها بكماني مهالمبي اللي جاب الهدف الخامس، ده كان لاعب في الاهلي سابق. بعدها بفتره موسيماني كان بيقول في تصريحاته ان هو اجتمع بكماني نفسه ولاعيبه صن داونز قبل مباراه الاهلي 48 ساعه، وبداوا يدرسوا نقاط الضعف ونقاط القوه في الاهلي بوجود بكماني، ان هو بيبقى راجل كبير في الاهلي قبلها بست شهور. فميكيسوني لسه ماشي من سنه برضه، او من سنه وشويه، فهو حافظ الفرقه. واللعيبه اللي موجوده حاليا معظمهم لعبوا مع ميكيسوني. والاهلي بشكل عام ما اتغيرش بشكل كبير. بس حاله الاهلي غير يعني في وجود ميكيسوني مع بيتسو موسيماني، غير حاله الاهلي أكيد، وغير حاله لعيبه الاهلي اللي كان عايش معاهم اكيد طبعا. طبعا لويس ميكيسوني، بس انا اقصد ان هو يتكلم في بيئه يعني الاهلي هو لو هيرسم اللي كان بيعمله في الملعب فشي، يا ريت يعني. يا ريت يرسم لو هيرسم اللي عمله في الملعب لما كان موجود عندنا، يا ريت يعني. لكن هو حاله التجانس او دي ما تبانش في الدوري التنزاني من وجهه نظري يعني. يعني احيانا
ضعف الدوري التنزاني طبعا ما فيش غير يانج افريكانز طبعا اوتو فار يعني عندهم هناك، فالحاله بتاعه الدوري او قوه الدوري على فكره تسمح لهم ان هم فريق عزام ده عامل شغل على فكره نادي استثماري نادي استثماري مشارك معاهم برضو بس مش بقوه يانج او سيمبا التنزاني يعني. فالفرقه لا الدوري يسمح لهم حتى لو هم جايبين عدد كبير من اللعيبه ان هم يكسبوا على فكره. هم مثلا لاعبين 5 ماتشات في الدوري مسجلين 14 جون ومستقبلين 4 تجوان فالفريق برضو او الدوري واضح جدا ان هو ضعيف وحجم المنافسه 3 اهداف رقم كويس اللي حاجه بسيط هل حجم المنافسه في الدوري التنزاني زي حجم المنافسه مع النادي الاهلي لو انت ما وصلتش لنسبه 100% منك كقوه فنيه وقوه تكتيكيه وبدنيه وتجانس وانسجام انت ما تقدرش تعمل حاجه مع النادي الاهلي حتى لو في تنزانيا مش في مصر بس حتى لو في تنزانيا. طيب هقفل الاهلي وسيمبا وطبعا طبعا مؤقتا بكره وبعده وبعده كل يوم هنقرب من مباراه هندي مساحه اكبر لمباراه الاهلي وسيمبا. عايز اروح معاكم الماتش مصر والجزائر بكره ان شاء الله. تقييم سريع كده منكم من كل واحد من نادر ومن شناوي لتجربه زامبيا ورؤيتكم لماتش بكره في ان شاء الله في الامارات مصر والجزائر. انا شايف ان مباراه زامبيا كانت الفوز فيها اغفل اعين الناس عن حاجات كتير كانت ظاهره في الملعب وخصوصا ثلاثيه وسط الملعب، فكره عدم وجود لاعب رقم 10، فكره عدم وجود لاعب كرييتور في وسط الملعب. انا بالنسبه لي كنت شايف الادوار متشابهه جدا ما بين ولا ثمانية مفيش لعيب يقدر ينقل الفرقه من ورا لقدام. يعني بتلعب بثلاث لعيبه كلهم كلهم ست ثلاث لعيبه عندها اقرب للناحيه الدفاعيه بالظبط منهم للنواحي الهجوميه يعني احنا كنا في ناس كتير بتهاجم هيكتور كوبر زمان كان بيلعب بالثلاثي ده كان بيلعب لا كان بيلعب بالنني وطارق حامد وقدامه عبد الله السعيد فكان الناس بتهاجم ان انت تلعب بالنني وطارق حامد بادوار متشابهه دلوقتي احنا بنلعب بثلاثه بادوار متشابهه فالطبيعي ان مفيش حد هيقدر يمد في الشق الهجومي بشكل اكبر وان كان حمدي فتحي كان عنده القدره دي خصوصا بعد دخول مروان حمدي يعني حتى لو حمدي بيأديها اسمه بيأديها وبعدين حد بيوجدها رقم 10 بنقول عليه ماستر في الحته دي بالزبط. هو ماستر في الحته دي لان يعني الحته دي لو فايقه المنتخب كله ممكن يبقى فايق والحته دي لو نايمه المنتخب كله ممكن يبقى نايم وانت كنت قدام زامبيا ده لما قدام الجزائر الوضع مختلف تماما طبعًا. انت هتلاعب فريق من عتاوله القاره يعني فريق هو رقم 1 في القاره حاليا باستثناء اللي حصل يعني اخر يعني المعلومه اللي جات لنا من هناك انه التغييرين اللي ممكن يكونوا موجودين في نص الملعب هم زيزو ومحمود حماد من بدايه الماتش. اعتقد هيكون ادوار مختلفه ده يدي افضليه اكتر في وسط الملعب للفرقه لكن في الاول وفي الاخر برضه فرقه بتلعب على ايه يا شناوي؟ يعني ماتش الجزائر ده انت لو مع روي فيتوريا ايه المكاسب او ايه الاهداف اللي انت عايز تحققها؟ نتيجه اداء تشكيل تجرب يعني ايه اهدافك من ماتش الجزائر؟ لا انا اخر حاجه ممكن افكر فيها دلوقتي التجربه. انا اصلا على مشارف بطوله كاس الامم الافريقيه على الاقل قبلها كاس عالم كمان مشوار تصفيات كاس عالم ومشوار تصفيات يعني انا بتكلم على البطوله الاهم دلوقتي اللي المفروض تاخد عينك انت كمدير فني ان انا اثبت التشكيل الاساسي اللي انا هلعب بيه كاس الامم او على الاقل 90% منه لا مجال للتجربه يعني انا شايف في الماتش اللي فات والثلاثي اللي نزل في نص الملعب انا عمر فيروي فيتوريا بمناسبه معلش انا اسف بمناسبه الاسماء هو في اسماء ممكن في الشهرين اللي جايين تفرض نفسها على المنتخب ما تكونش موجوده في معسكر الامارات انا ضد كده يعني عايز تقول لي مثلا انه لعيب زي امام مش ممكن يبقى موجود في المنتخب لا هو امام لعيب دولي يعني انا بسالك لا يعني في المعسكر ده لعيبه كتير جدا ممكن تبقى غايبه اصابه بعيده عن فورمتها يعني اسباب ايا كان السبب هل مش ممكن يبقى في تغيير عن الشكل اللي هيظهر بيه المنتخب في في في, في كاس امم افريقيا؟ هي ال 4-3-3 تبقى ثابته. ايوه. الاسامي اللي ممكن تختلف بس مش هيلعب في عبد القادر ما يدخلش؟ ما اتوقعش بصراحه ان عبد القادر يكون موجود لكن اتوقع ان هو كوكا يكون موجود. اتوقع ان هو واخد كوكا اوريدي. هو اتوقع ان هو يستمر معاه لو كوكا لعب مع النادي الاهلي واستمر مع النادي الاهلي بشكل اساسي بياخد دقايق مع مروان ولكن انا الثلاثي الاهم بالنسبه لي لازم يكون نص الملعب نص الملعب يكون مروان حمدي فتحي زيزو نادر بكره ايه؟ اتوقع ان المباراه هتكون صعبه على الفرقتين بس وتكون صعبه اكثر على 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 منتخب مصر على منتخب مصر بالتاكيد ايه اللي مستني تشوفه؟ يعني مستني تشوف مكسب ولا مستني تشوف شكل اداء بصرف النظر عن النتيجه؟ شكل اداء بالنسبه لي يكون افضل التصنيف كده كده انت خلاص بقيت اول مجموعه افريقيا خلصت
فالتصنيف مش هيفرق معاك قوي قوي دلوقتي يعني. بس مباراه زي دي انت ما لعبتش مباراه قويه وديه من ايام ماتش بلجيكا السنه اللي فاتت. مظبوط. فمباراه زي دي هتكون ولا وديه ولا رسميه والله. ولا رسميه اه يعني ما عندكش حد تقدر التجربه القويه الحقيقيه ليك هي ماتش بكره. كان تونس كمان بدون لعيبه الاهلي كان يعني توقيتها فلت مننا. ما كانش صح انك تقابل لكن تونس. لكن مباراه الجزائر مباراه يعني مهمه جدا قبل التصفيات وقبل بطوله كاس العالم، وخصوصا انك بتلعب منتخب في ما بين المنتخبين ماتشات وتاريخ كبير جدا. انا بصرف النظر عن اي حاجه اتمنى اشوف المنتخب بكره يظهر قدام الجزائر بشخصيته، بصرف النظر عن النتيجه يهمني كره المنتخب، اداء المنتخب، وقبل كل ده الروح اللي موجوده عند اللعيبه واللي افتقدها المنتخب في الفتره الاخيره في كل الماتشات اللي لعبها سواء رسميه او وديه ترجع من تاني. دي اكتر حاجه تطمني على مشوار المنتخب اللي هيبدا في تصفيات كاس عالم، ومن بعده ان شاء الله نروح لامم افريقيا. بشكر نادر شبانه، بشكر حماده الشناوي، نورتوا الدنيا وشرفتونا النهارده حبيبي. ومن بكره طبعا تمرينه النهارده لسه ما بداتش، عشان كده ما قدرناش ننقل لحضراتكم على مدار السادسه النهارده اجزاء منها، لكن من بكره ان شاء الله نتابع مع حضراتكم اول باول استعدادات الاهلي لمواجهه سيمبا يوم الجمعه القادم، وكل تمنياتنا بالتوفيق لمنتخب مصر بكره قدام الجزائر. اشكركم على المتابعه وتحياتي ليكم.